وينطلق شوط خاص بالجعدان المحليات الأصايل، هو الشوط 13 في تعداد الأشواط المسائية، حيث نسير سويا بمقدمة هذا الشوط ونتقدم نحو الصدارة مع المحليات الأصايل. البداية الأولى والصدارة هناك في تقدم مشاهد الأعزاء من شاهين لسمو الشيخ صقر بن جمال القاسمي، حيث يتقدم بشاهين مع المضمر محمد أو مع المضمر عبد الله بن سيف الكيبالي، بينما المركز الثاني يصل هداد من هجن العاصفة يحتل المركز الثاني، يضمر حمد بن راشد بن غدير. المركز الثالث هنا النقل على هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد والمضمر محمد بن سعيد بن بروك الحميري، بينما المركز الرابع مشاهدين الأعزاء تقدم شاهين في هذه اللحظة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. سهيل بن مبارك بن مرخان يتواجد وياه في عملية التضمير. المركز الخامس ننتقل لسمو الشيخ لشعار سمو الشيخ حمدان. هنا في المركز صوغان لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايم سعيد مكتوم، يضمر سعيد بن عبيد الحميري يحتل الان المركز الرابع والمركز الخامس. المركز الخامس هذا اللي تدخل مشكور لهجن الرياسه المضمر عيسى بن احمد بن مايد الخيالي. والمركز السادس هناك تقدم شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد مكتوم، يضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير. المركز السابع هناك تقدم الان شاهين لسيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن رايد المكتوم، المضمر محمد بن عبد الله بالدبيله في المركز السابع. المركز الثامن ننتقل مباشره الى المركز الثامن والى صوغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، مسري بن سالم بالعرضي الحميري يضمره. المركز التاسع هنا ياتي مشاهدي الاعزاء الخليجي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، المضمر الكابتن خليفه بن سالم بالصقعه. والمركز العاشر تدخل ان هملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد سعيد المكتوم، المضمر والمتابع احمد بن سلطان بن رشيد السويدي في هذه الانطلاقه. هكذا كانت النتيجه مشاهدينا الاعزاء للمراكز العشره المتقدمه في صباح هذا اليوم او في مساء هذا اليوم وفي هذا الشوط، لكن نعود الى البدايه والى ناموس الشوط. عوده الى مشكور من غير مشاهدينا الاعزاء وسار الى صداره الشوط، مشكور من هجن الرياسه يتقدم في هذه اللحظات بقياده المضمر عيسى بن احمد بن مايد الخيالي على ناموس هذا الشوط بتقدم المثير والملموس والمحسوس، بينما المركز الثاني يحاول هناك هداد في المركز الثاني التابع لهجر العاصفه، بينما يضمر حمد بن راشد بن غدير. والمركز الثالث نصل الى شاهين لسمو الشيخ صقر بن جمال القاسمي، عمليه تضمير لدى عبد الله بن سيف الكيبالي يتواجد ويحتل المركز الثالث في هذه الاثناء، بينما المركز الرابع صوغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ومسري بن سالم بالعرضي الحميري من يقود في عملية التضمير. المركز الخامس لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، يتواجد كذلك من الجانب الآخر سلهود المضمر والمتابع محمد بن عبد الله بالدبيل. والمركز السادس هذا اللي تدخل الآن هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد، المضمر محمد بن سعيد بن بروك الحميري. ولكن أرى المركز السابع الآن من خلال هذه لحظات وصل الغزال لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايم سعيد المكتوم محمد بن سعيد او سعيد بن عبيد الحميري، ولكن اللي يتسلل لكن هملول يتسلل الى المركز السابع الى المركز السادس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقياده احمد بن سلطان بن رشيد السويدي الخطير. ولكن المركز الثامن الان تدخل المختبر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم سعيد بن راشد بن غدير في تضميره يسير مشاهدينا الكرام ليعلن انه حاضر في هذا الشوط. المركز التاسع وصولا من شعار سمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم وسعيد بن سالم الينيبي في عملية التضمير لياتي وينتقل زعبيل إلى المركز التاسع. والمركز العاشر شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وياتي عبد الله بن سالم المسافري في عمل أو عبد الله حمد بن عبد الله بالطير العامري في عملية التضمير والتدريب. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا إلا عزاء في انطلاقة هذا الشوط، عودة إلى البداية وعودة إلى لحظات الناموس الأخير لمستوى هذا الشوط، عودة إلى المركز الأول ومشكور لا زال
مسيطرا، و1200 على خط النهايه. يلا يا مضمرين حرك اللي بيحرك، هنا المسافه 1200 ولا زال مشكور على قائمه الشوط لهجن الرياسه وبقياده عيسى بن احمد بن مايد الخيلي البارع، لا زال هناك يتقدم مع براعته، ولكن المحنك واصل بالمختبر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم المضمر سعيد بن راشد بن غدير. ها هي مشاهدي الاعزاء بدات الانطلاقه المختبر المركز الثالث صغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم المضمر مسري بن سالم بالعرض الحميري، لكن هملول قادم لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقياده الخطير احمد بن سلطان بن رشيد السويدي، وهناك زعبيل يتواجد لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم المضمر سعيد بن سالم الينيبي، بينما المختبر هناك بالفعل يجيد الاختبار يجيز الاختبار في هذه المنطقه الحساسه المختبر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم متقدما على الجميع في هذا المستوى في هذا اللقاء ما شاء الله تبارك الله، بينما الملاحقه من زعبيل لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم على المركز الثاني وبقياده المضمر سعيد بن سالم الينيبي، الا ان الامور تسير من صالح المختبر ليجتاز الخمسه كيلومترات ويجتاز الاختبار بقوه وعنفوان، كذلك المضمر المحنك سعيد بن راشد بن غدير. هكذا كانت النتيجه، ولكن المختبر بدا في الانطلاق، بدا في زياده السرعه، بدا في المسار الصحيح لينتزع المركز الاول ويهدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني هملول سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، المركز الثالث نقلة مشاهد الاعزاء الى زعبيل لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم، المركز الرابع هجن العاصفه، والمركز الخامس ياتي لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم، يصل في المركز الخامس في هذه الانطلاقه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. هكذا كانت النتيجه للمراكز الخمسه الاولى المتقدمه في تصدر هذا الشوط. مشاهدينا الاعزاء نعود الى التوقيت الزمني لحظات الوصول في هذه اللحظه، والمركز الاول قطع المسافه 7 دقائق 44 ثانيه وجزءا وحيدا من الثانيه هو المختبر اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، بينما اللي حل في المركز الثاني من خلال هذه الانطلاقه هملول اسمه الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يضمر حمد بن سلطان بن رشيد السويدي 4 دقائق 46 ثانيه بالوفاء او 7 دقائق و46 ثانيه بالوفاء والتمام والكمال. المركز الثالث كان من نصيب زعبيل لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم 7 دقائق 46 ثانيه وجزءا وحيدا من الثانيه بقياده المضمر سعيد بن سالم الينيبي. هكذا ايها الحضور الكريم كانت النتيجه لمجريات هذا الشوط الماضي، حيث انتهت فعالياته ب ناموس وانطلاقة قوية في المشاركات، لكن شوط الختام